المنطقة الموضحة بالأحمر هي البر الرئيسي للصين، أما المنطقة الزرقاء فهي منغوليا، وعلى الحدود بين البلدين تتواجد صحراء جوبي، وهي واحدة من أكثر الصحارى جفافا في العالم. واليوم تسعى الصين لمنع الصحراء من التوسع جنوبا، وذلك بتحويلها إلى غابة خضراء. فكيف تخطط الصين لتحويل أكثر الصحراء جفافا إلى منطقة خضراء؟ وكيف سيؤثر ذلك على إمداداتها الغذائية؟ ذلك ما سنعرفه في هذه الحلقة. لننطلق. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. صحراء جوبي هي الأكبر في آسيا ورابع أكبر صحراء في العالم. تشمل الصحراء أجزاء من الصين ومنغوليا بمساحة 1,295,000 كيلومتر مربع، وهي تتوسط المنطقة النائية من آسيا بين سيبيريا في الشمال وهضبة التبت في الجنوب، لتغطي بذلك ثلث الجزء الجنوبي من منغوليا. وعلى عكس الصورة النمطية للصحاري التي تغطيها الكثبان الرملية، فإن صحراء جوبي تغطيها الصخور، وأرضها الصلبة جعلتها معبراً مناسباً للعديد من القوافل التجارية عبر التاريخ. أما اسمها فهو مشتق من كلمة منغولية تعني واسعة جداً وجافة. والسبب الرئيسي في جفاف المنطقة يتمثل في سلسلة جبال الهيمالايا التي تمنع وصول السحب الممطرة إلى الصحراء، كما أن الصحراء تحدها سلاسل جبلية أخرى، حيث تحدها جبال آلتاي وجبال هانجين من الشمال وجبال باي من الجنوب. كما أن الجانب الشرقي من الصحراء محاط بمنطقة تشينجيانغ، وهي عبارة عن حوض كبير يمتد نحو هضبة التبت. أما من الغرب فنجد سلسلة هينجان الكبرى، وهي عبارة عن سلسلة جبلية بركانية. صحراء جوبي هي الأكثر شهرة في تاريخ إمبراطورية المغول العظيمة، وقد ضمت في السابق العديد من المدن المهمة على طول الطريق التجاري الذي عرف باسم طريق الحرير. وقد اشتهرت الصحراء عبر تاريخها بالتباين الشديد في درجات الحرارة، فهي شديدة الحرارة في النهار ومتجمدة في الليل. وخلال فصل الشتاء تشهد الصحراء درجات حرارة منخفضة للغاية، مما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة. والسبب في ذلك هو غياب أي نوع من الكثبان الرملية أو التكوينات الجبلية التي تعيق حركة الرياح. أما فصل الصيف فرغم درجة الحرارة التي تصل خلاله إلى 37 درجة مئوية، إلا أنه يعتبر موسم الأمطار بالمنطقة. ورغم أن الأمطار لا تدوم لفترة طويلة، إلا أن أعلى معدل لتساقطها يتم تسجيله خلال فصل الصيف، في حين أن المعدل السنوي لتساقط الأمطار يتراوح ما بين 100 و150 ملمتراً. أثبتت البيئة القاسية وغير المستقرة لصحراء جوبي أنها مانعة لاستقرار المجتمعات بشكل دائم في الصحراء، لكنها لم تستطع منع القوافل التجارية من العبور، حيث كانت صحراء جوبي قادماً معبراً للعديد من الطرق التجارية التي ربطت أهم المدن الصينية والمنغولية ببعضها البعض. وأبرز تلك الطرق هي التي ربطت كوي هوا تشينغ وهامي وباركو، إضافة إلى الطريق التي ربطت لانزو بمدينة هامي. مشكلة صحراء جوبي أن مساحتها في تزايد مستمر، وذلك ما يؤثر على الأراضي الزراعية المجاورة لها. 27.4% من مساحة الصين اليوم هي أراضي متصحرة، وذلك يؤثر على 400 مليون شخص. منطقة نينغتشيا ذاتية الحكم شمال غرب الصين تأثرت بشدة، وهي تكافح التصحر منذ 6 عقود. واعتبارا من عام 2010 تأثرت 57% من أراضيها بالتصحر، وذلك يقدر بحوالي 2,970,000 هكتار. كما أن ظاهرة التصحر أجبرت العديد من سكان القرى على ترك منازلهم. ومنذ عام 2012 تم تخصيص ميزانية قدرها 80 مليون دولار لمكافحة التصحر بالمنطقة، إضافة إلى تنفيذ العديد من التدابير الوقائية لحماية البيئة وإنقاذ 7 مدن من هذه الظاهرة. فعلى سبيل المثال، فغابات باجستان الواقعة على الحدود مع الصحراء تبلغ مساحتها 75,000 هكتار، ومعدل تهطل الأمطار السنوي فيها يصل إلى 160 ملمترا فقط، أما معدل التبخر فيزيد عن 2000 ملمتر. ذلك يعني أن المنطقة أصبحت مهددة بالتحول إلى صحراء هي الأخرى، كما أدت الرمال المتراكمة في الأنهار القريبة من الصحراء إلى ارتفاع منسوب المياه وزيادة مخاطر الفيضانات. وبناء على كل ذلك فقد تم اعتماد خطة معروفة باسم خطة 4+1 لاستعادة الغطاء النباتي، حيث يشير رقم 1 إلى استعمال غطاء من القش لمنع الرمال من الانتشار، في حين يشير رقم 4 إلى الفصول الأربعة، حيث يتم غرس الأشجار في كل من الربيع والخريف.
في حين يتم الاعتماد على البذر الموضعي في كل من فصلي الشتاء والصيف. حققت 70% من المزروعات البقاء في تلك الظروف، وتمت استعادة الغطاء النباتي بنسبة 40%. ذلك ساهم في السيطرة على 6667 هكتارا من الصحراء القاحلة. وفي مقاطعة يانتشي التي تقع هي الأخرى على الحدود مع الصحراء، أصبحت المناطق المتصحرة مغطاة بالأعشاب والأشجار. كما تم حظر نشاط الرعي في تلك المنطقة التي تشتهر بأغنامها ذات الصوف عالي الجودة. وبما أن رعي الأغنام يساهم في القضاء على الغطاء النباتي، فقد خصصت السلطات حظائر متطورة لرعي الأغنام، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والغطاء النباتي في نفس الوقت. ونتيجة لذلك زادت مساحة الغطاء النباتي بنسبة 2%، وعادت العديد من الأعشاب للظهور في المنطقة حسب ما أكده تشين تشيدونغ نائب مدير إدارة البيئة والغابات في محافظة يانتشي. تشونغوي هي مدينة أخرى على الحدود مع صحراء جوبي، وقد ظلت المدينة تحت تهديد التصحر لعدة سنوات. أما محاولات السيطرة على الوضع فقد بدأت منذ 50 القرن الماضي بعد تشييد السكة الحديدية التي تربط مدينتي باوتو ولانتشو، والتي كانت أول سكة حديدية صينية عابرة للصحراء. وعند رؤية المناطق المحيطة بالمدينة اليوم فسوف نلاحظ وجود العديد من المناطق القاحلة التي تغطيها شبكة واسعة من القش، ويتم صنع تلك الشبكة بطرق تقليدية للغاية، حيث يتم وضع القش على الرمال، وبعدها يتم ضغطه بواسطة مجرفة ليتوغل في الأعماق ويجعل الرمال أكثر تماسكا. وبعد ذلك تم تطوير أداة خاصة لهذه العملية، مما ساهم في تخفيض تكلفة العمالة بنسبة 20%. تم مد هذه الشبكة لتغطي مساحة 21,333 هكتارا من الصحراء، كما تم زرع أكثر من 3,333 هكتارا من الأعشاب والأشجار لحماية المدينة وبنيتها التحتية من التصحر، خاصة السكك الحديدية والطرق التي كانت ستختفي تحت الرمال. كما تستقطب مدينة تشونغوي العديد من السياح الذين يحبون السياحة الصحراوية، مما أعطى سكانها فرصة لتطوير أنشطتهم خلال المواسم السياحية. كما وجد بعض السكان دخلا إضافيا من ممارسة الزراعة، ومن بينهم المزارع واغوين كينغ الذي يعمل على زراعة الثوم المعمر وبيعه لمدن بعيدة مثل بكين وشانغهاي، وذلك يحقق له دخلا إضافيا قدره 15,000 دولار سنويا. كما يحرص المزارعون على زراعة نبتة الكاراغانا أيضا، فهي مناسبة لتثبيت الرمال وقادرة على التأقلم مع مناخ المنطقة، كما أنها توفر غذاء جيدا للأغنام لاحتوائها على الكثير من البروتين. ويؤكد رئيس تعاونية المزارعين المحليين في المنطقة بأن الأغنام تتكاثر أكثر عند تناول هذه النبتة، مما جعل المزارعين يرون ضرورة في زيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة. كما أن زرع القش وسط الرمال يوفر العديد من مناصب الشغل، حيث تم توظيف ما يتراوح ما بين 700 و800 مزارع للقيام بهذه العملية، ووصل إجمالي الرواتب التي تم دفعها إلى ما يقارب 10 ملايين دولار. كما تم إنفاق 2,000,000 دولار لشراء القش من عند المزارعين طيلة 6 سنوات، واليوم يكسب الكثير من المزارعين أموالا إضافية في مختلف المقاطعات الصينية المجاورة للصحراء، سواء من خلال بيع القش أو العمل على نشره وسط الرمال. وقد ساهم الغطاء النباتي الجديد في تطوير زراعات أخرى في المنطقة، من بينها زراعة البطيخ الأحمر الذي يتم تصديره لمختلف دول العالم. كما تم تشجيع المزارعين لزراعة أنواع أخرى من الفواكه، من بينها التوت والكرز. التصحر قضية عالمية تحاول العديد من الدول مواجهتها، والصين نجحت في ذلك، وهو ما يجعلها مثالا يمكن لبقية الدول الاقتداء به من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والسلامة البيئية. كما أن مكافحة التصحر تساعد على التقليل من أثار بعض الظواهر الاجتماعية، من بينها الفقر والاستقرار الاجتماعي. وفي كل عام يأتي العشرات من المسؤولين والمهندسين من دول العالم إلى نينغيتشيا للتعرف أكثر على البرنامج الذي تم وضعه لمحاربة التصحر في المنطقة. وأحد أولئك المسؤولين هو بشير داود من إدارة الأرصاد الجوية في الأردن، حيث يخوض الأخير برنامجا تدريبيا للاستفادة من أكبر قدر ممكن من المعلومات، خاصة وأن بلده يتميز بمناخ مشابه لمناخ نينغيتشيا. نجح المشروع في السيطرة على 53,000 هكتار من الصحراء، وتمت تغطية مساحة 30% من المنطقة المخصصة للمشروع بغطاء من القش. ذلك ما ساهم في تحسين البيئة المحلية وحماية البنية التحتية للمدن القريبة. كما أن السكان المحليين يساهمون في تطوير المشروع الذي سيحسن ظروف حياتهم ويوفر لهم العديد من الامتيازات.
علما أن عدد سكان المناطق المحاذية للصحراء يصل إلى 3 ملايين نسمة، كما أن سكان المناطق البعيدة مثل بيكين وتيانجين مستفيدون من المشروع أيضا، لكون المدينتين تقعان في ممر للرياح، مما يجعلهما أكثر المدن تضررا بالعواصف الرملية عند هبوب الرياح القوية. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.